السلام عليكم، أنا اسمي مستر مصطفى والقناة دي اسمها مستر إنجليزي. في القناة دي بنشرح المناهج التعليمية كلها من أولى ابتدائي لغاية تالتة ثانوي، وفي الفيديو ده احنا هنشرح منهج كونكت 2، منهج سنة تانية ابتدائي، وهنشرح الوحدة التانية الدرس الثالث. في الدرس ده هنتعلم نتكلم عن الاستطاعة ونتكلم كمان عن عدم الاستطاعة، يعني هنعمل جمل بكان وجمل بكانت اللي هي يستطيع ولا يستطيع. هنتعلم كمان قيم جميلة جدا في الدرس ده، ومنها قيمة احترام الاختلاف مع الآخر، نحترم التنوع ونحترم الاختلاف. يعني في الدرس ده هنتعلم انجليزي وكمان هنتعلم قيم وسلوك حياتي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الدرس. بس قبل ما نبدأ الدرس احب افكرك، لو دي اول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك فيها، لان المنهج كله ان شاء الله هيتشرح عليها بطريقة تفاعلية ومشوقة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الدرس. اول حاجة هنبدأ بيها هي الاستطاعة. يستطيع يعني can. انا استطيع يعني I can. ودي بيجي بعدها الفعل، مثلا I can run يعني انا استطيع ان اجري، I can run. طيب انا باجري بايه؟ اكيد باجري برجلي. فاكر رجلي؟ my legs يعني رجلي. اقول كده I can run، انا استطيع ان اجري with. كلمة with او حرف الجر with يعني be، with my legs يعني برجلي. I can run with my legs، انا اقدر اجري او استطيع ان اجري برجلي. كمان بقدر اني اشوف او ارى، I can see. طبعا انت عارف ان see يعني يرى، I can see يعني انا استطيع ان ارى. طيب انا بشوف ب with my eyes يعني بعيني، I can see with my eyes. كمان بستطيع أن أسمع، I can hear. hear يعني يسمع، hear. I can hear، أنا أستطيع أن أسمع، وبسمع بوداني، with my ears. I can hear with my ears، أنا أستطيع أن أسمع بأذني. كمان مثلا بأرمي الكرة، عندي القدرة أني أمسك كرة وألقيها أو أرميها. يرمي أو يلقي يعني throw. أقول I can throw يعني أنا أستطيع أن ألقي. طيب أنا بستخدم دراعي، my arms. I can throw with my arms. I can throw with my arms يعني أنا أستطيع أن ألقي بذراعي. كمان أقدر أني أشوط الكرة، يركل أو يشوط يعني kick. I can kick يعني أنا أستطيع أن أركل. I can kick with my feet، أنا بأركل أو بشوط الكرة بأقدامي. فاكر أنت أقدامي my feet. I can kick with my feet. كمان بقدر اني اتكلم، I can speak. speak يعني يتحدث، speak. I can speak، اقدر اني اتحدث، with my mouth يعني بفمي، with my mouth. اكيد انت فاكر ان mouth يعني فم. I can speak with my mouth. دي بالنسبة للاستطاعة. بالنسبة لعدم الاستطاعة اللي هي can't يعني لا يستطيع. can't لا يستطيع يعني can't. طبعا في ناس ما تقدرش تعمل الحاجات دي، ولكن عندهم القدرة ان هم يعملوا حاجات تانية وبشكل ممتاز جدا، واحنا لازم طبعا نحترم الاختلاف ونحترم التنوع. مثلا الولد اللي قدامك، he can't see، هو لا يستطيع ان يرى، ولكن عنده القدرة انه يعمل حاجات جميلة جدا. الولد ده بيعرف يقرأ باستخدام ايديه، he can read، هو يستطيع ان يقرأ، with his hands يعني بيديه. he can read with his hands. he can read with his hands، هو يستطيع القراءة بيديه. البنت دي، she can't hear، هي لا تستطيع ان تسمع. she can't hear. she can't hear،
لا تستطيع أن تسمع ولكن تقدر تتحدث بيديها. She can speak. She can speak. هي تستطيع أن تتحدث with her hands. With be her hands. بيديها. She can speak with her hands. هي تستطيع أن تتحدث بيديها. وكمان البنت اللي قدامك. She can't run. She can't run. هي لا تستطيع أن تجري. ولكن مش معنى كده أنها ما تعرفش تلعب. لا بالعكس، هي ممكن تلعب وتلعب معنا كمان. We can play. نحن نستطيع أن نلعب. We can play. لازم نحترم التنوع ونحترم الاختلاف. ده بالنسبة لدرس النهاردة السهل والخفيف جدا. تعلمنا فيه الاستطاعة can وعدم الاستطاعة can't، يستطيع ولا يستطيع. دلوقتي انت هتعيد الفيديو كذا مرة علشان تحفظ الكلمات اللي فيه وتقول الجمل دي وترددها وتمارسها كتير. ودلوقتي نسيبك بقى ونقول لك نشوفك تاني ان شاء الله قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم.